بعد 3 أسابيع من انتخابه رئيسا للبنان، وقبل أن يتولى سلطاته الدستورية رسميا، اغتيل بشير لجميل وانتخب شقيقه أمين رئيسا للجمهورية. في خضم الحرب الأهلية اللبنانية وتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، جاء انتخاب بشير لجميل رئيسا، لكنه لم يتمكن من تسلم منصبه بسبب اغتياله في انفجار كبير تعرض له مقره. وخوفا من فراغ دستوري، تم البحث عن بديل قريب، فكان اختيار أمين لجميل في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر 1982 رئيسا للجمهورية. وفي خطابه الرئاسي أعلن أمين لجميل عزمه على توطيد علاقات صداقة ومودة مع العالم بأسره، مؤكدا أن انتماء لبنان إلى محيطه العربي ليس شرطا عليه، بل خيار حر يحدده واقعه ومصالحه ودوره الطبيعي. وبعد انتخابه بفترة وجيزة، سحبت إسرائيل معظم قواتها من لبنان، ونزلت مكانها قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، لكن الحرب والظروف التي شهدتها البلاد حالت دون تشكيل حكومة مستقرة. وعد بإخراج لبنان من الحرب وتحقيق حالة من التنمية والإصلاح، لكن لبنان ظل تحت وطأة الحرب والاحتلال الإسرائيلي لبعض أجزائه. وعندما انتهت فترة رئاسة أمين لجميل في سبتمبر عام 1988، فشل البرلمان اللبناني في اختيار مرشح جديد للرئاسة، فقام أمين لجميل بتعيين قائد الجيش العماد ميشيل عون رئيسا لحكومة مؤقتة، متجاوزا حكومة شرعية يرأسها سليم الحص. وأصبح لبنان دولة بلا رئيس وحكومة برئيسين، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وصراع دام عامين، لم ينتهي إلا باستسلام قائد إحدى الحكومتين الجنرال ميشيل عون ولجوئه إلى السفارة الفرنسية ومغادرته لبنان. الخيار